لن نتردد ان شاء الله في فعل كل ما نستطيع وسنواجه العدوان الامريكي اي اعتداء امريكي لن يبقى ابدا بدون رد والرد لن يكون فقط بمستوى العمليه التي نفذت اخيرا في استهداف الامريكيين في البحر باكثر من 24 طائره مسيره وبعد الصواريخ الرد اكبر من ذلك واكثر من ذلك ونحن بذلك اكثر عزما على مواصله المشوار واستهداف السفن المرتبطه باسرائيل ولن نتراجع عن ذلك وموقفنا ايماني وعلى الامريكي ان يعرف ماذا يعني هذا نقول للجميع الاسيوي الدول الاسيويه كالصين وغيرها ونقول للدول الاوروبيه في الغرب نقول للكل في كل العالم لا مشكله عليكم في المرور والعبور من البحر الاحمر المستهدف فقط وبشكل حصري السفن المرتبطه باسرائيل